آمين يا رب ارحم. أولئك يا رب أولئك يا رب الذين أخذتني بوسعهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم سوايا في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. واهدنا إلى ملكوتك لكي يبارك أيضا في كل شيء تمكن وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم. وأيضا فلنشكر الله الأب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لأبوك ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل وجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغاية المائتة